أهلا بكم مشاهدينا مجددا، ولسه مكملين معاكم في محاولة إطلاعكم على الصورة كاملة من شرم الشيخ من مقر مؤتمر المناخ. بينضم لنا من هناك المهندس علي أبو سبع، المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية بالمناطق الجافة. طبعا برحب بك يا باشمهندس ومشرفنا ومنور. أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك يا فندم. مبدئيا كده حابين نتعرف من حضرتك على الدور ربما اللي بتقوم بيه مؤسسات البحوث الزراعية في مواجهة تأثيرات المناخ على الزراعة بشكل عام، لأن ده طبعا ممكن يقودنا لكثير جدا من الأمور الأخرى من خلال حضرتك. هو حضرتك زي ما انت عارف التغير المناخي بيأثر بأوجه كتيرة على القطاعات المختلفة، سواء الطاقة، المية، الزراعة، المواصلات وما إلى ذلك. لو أخذنا نظرة مركزة على قطاع الزراعة نلاقي إن عند ارتفاع في درجات الحرارة بشكل أعلى من المتوسطات اللي احنا شفناها على السنوات الماضية، وفي نفس الوقت في تغير في المواسم الزراعية، الاثنين دول مجتمعين بيتسببوا في ظهور أشكال جديدة من الأمراض والحشرات اللي بتتطلب دائما الاستمرار في تطوير المحاصيل الزراعية عشان توفي باحتياجات الغذاء على مستوى العالم في ظل التغيرات المناخية. فهنا بيكون دور البحوث الزراعية بشكل أساسي. المجموعة بتاعتنا هي أكبر مجموعة استشارية دولية في مجال البحوث الزراعية اللي بتعتمد على بنوك الجينات اللي فيها أصول وراثية تم جمعها من كافة أرجاء الكرة الأرضية في مختلف المحاصيل، والعلماء بيتركز دورهم على البحث في هذه الأصول الوراثية وتحديد الأنواع والأصناف منها اللي تكون قادرة على تحمل درجات حرارة أعلى، مواسم جفاف أطول، وقد يكون برضو مقاومة لأنواع وأشكال من الأمراض اللي ما كناش شفناها قبل كده. ومن خلال التحسين في المحاصيل والتهجين والبريدنج بتقدر أنت تجيب الأصناف الجديدة القادرة لأنها تتعامل مع المشاكل الحالية. ده شق أساسي. الشق الثاني طبعا في استنباط والابتكار، بحيث أن أنت بتجيب تكنولوجيات جديدة تكون لها قدرة على توفير المياه واستخدامها من خلال تقنيات مطورة، بحيث أن أنت بالأخص في المناطق الجافة تقدر تفي احتياجات زيادة السكان واستمرارية في شح المياه اللي في نفس الوقت بتحصل مع ازدياد في درجات الحرارة. ده باختصار يعني شديد اللي بيقوم به البحث العلمي في هذا المجال. يمكن يا دكتور، يمكن باشمهندس علي، قبل ما نكون مع سيادتك على الهواء كان عندي حديث مستفيض عن تأثير التغيرات المناخية على فكرة الفقر المائي أو الجفاف ربما اللي ضرب عدد من دول العالم، وطبعا ربطنا ما بين ده وما بين فكرة الزراعة. إزاي حضراتكم ممكن تتأثروا بشكل ما أو بآخر بفكرة الجفاف أو فكرة الفقر المائي اللي دلوقتي بقى واقع ملموس وبتشعر بيه كثير من دول العالم؟ إزاي ده كمان ممكن يؤثر على سلاسل الإمداد اللي احنا شفناها تجلت جدا بعد فكرة الحرب الروسية الأوكرانية، وده أثر على الداخل في عدد كبير من الدول؟ أكيد حضرتك، منطقتنا العربية وعدد من المناطق في القارة الأفريقية فيها شح مائي من سنوات طويلة، ولكن بيزداد بالأخص في العشر سنوات الماضية تحديداً. بدأنا نرى امتداد أكثر لفترات الجفاف، وقد يكون تغير في معدلات سقوط الأمطار. منطقتنا العربية بالأخص دول زي الأردن، زي الجزائر، زي ليبيا، السودان طبعا جزء كبير منها في المناطق الجزء، واغلب مناطق الامتداد في مصر بتعتمد بشكل كبير على مصادر مياه غير متجدده. فبالتالي المستقبل لنظم انتاج الغذاء لابد انها تكون بتعتمد على اصناف قادره على انها تنتج اكثر بكميات اقل من المياه، وتاثيرها واحتياجاتها من المدخلات الزراعيه على سبيل المثال الاسمده الكيماويه، طرق الخدمه، قدرتها على المقاومة الطبيعية للأمراض، دي بتكون الكاركتريستيكس اللي العلماء بيشتغلوا فيها بحيث أن يتم تطويرها في المعمل وبعدين اختبارها في الحقول الإرشادية، وبعدين يتم من خلال التعاون مع الدول اكثرها بالكميات المطلوبة وبتبتدي تنزل للاستخدام في المزارعين. النقطة هنا مش أن أنت بس تطور أصناف، النقطة أن أنت بتدي حزمة متكاملة. بمعنى إيه حزمة؟ إدارة العملية الزراعية كمنظومة شيء مهم، بمعنى استخدام تقنيات وآلات زراعية قد تكون مناسبة لظروف المزارعين، التطوير نظم الإرشاد بالاعتماد أكثر على
الموبايل فونز، الريموت سينسينج، استخدام الأقمار الصناعية إنك تتابع عملية الجفاف وسقوط الأمطار، تتنبأ بهذه الأمور قبل حدوثها بفترة معقولة، بحيث إن أنت على سبيل المثال عندما تتوفر في الأجواء العليا من الطبقات الجوية في سطح الأرض بيئة مناسبة لتولد مرض معين، بتقدر تدي من خلال رسائل إرشادية رسائل للفلاح إنه يقدر معاملة زراعية قبل ما المشكلة فتحصل. فهي المستقبل حيرى منظومة مختلفة تماما عن المنظومة التقليدية اللي احنا شفناها لمدة سنوات طويلة، اللي كان التركيز فيها إنتاج غذاء بصرف النظر عما يستهلكه من مياه أو من مدخلات زراعية. طيب يمكن يا فندم احنا كلنا بننشد هذه القمة تتحول من فكرة الوعود لفكرة التنفيذ، كما يمكن أعلننا احنا هنا حتى في مصر من خلال السيد رئيس الوزراء أو من خلال حتى السيد رئيس الجمهورية. هل من وجهة نظرك هناك آلية علمية لمواجهة أثار التغيرات المناخية على المحصولات الزراعية بشكل مدقق في الجزئية دي؟ هل هناك استراتيجية معينة ممكن أن احنا نتبعها من خلال آلية معينة تكون مبنية على الأساس العلمي؟ أكيد. شوف حضرتك، هي التأقلم مع المناخ أحد الركائز الأساسية لقمة المناخ، قمة 27 تحت رئاسة مصر. وهنا جزء مهم جدا على مستوى القارة الأفريقية والدول العربية، خصوصا زي ما حضرتك تفضلت في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية، أصبح مشكلة توفر الغذاء مشكلة أكبر من التأثيرات بتاعت التغير المناخي. فأصبحت الدول عندها اهتمام أكثر لتوفير استمرارية لمنظومة الإنتاج، ولكن النظر في بدائل بحيث أن أنت تقدر توفر البديل في حالة أن يحصل أي نوع من أنواع اضطراب لسلاسل الإمداد على مستوى العالم. ده شق. الشق الثاني، من خلال وتحت مظلة الأمم المتحدة تم عمل ما يسمى بالناشنال أدابتيشن بلانز، اللي من خلالها كل الدول بتقدر تحدد منظومة إيه اعتمادها الأساسي في الاقتصاد على الزراعة أو على قطاعات أخرى، وتبتدي تحط بشكل ممنهج وأساسي عدد من الخطوات والخطط اللي إذا تم تنفيذها حسب الخطة الموضوعة بتزيد من قدرة هذه الدول على التأقلم مع التأثير السلبي للمناخ. في نفس الوقت في خطط أخرى محطوطة تحت ما يسمى بالناشونالي ديترمند كونتريبيوشن، اللي هي ناشونالي ديترمند كوميتمنت، اللي هي في قطاع الميتيجيشن اللي هي تقليل الانبعاثات الحرارية. الاثنين دول عشان يتم تنفيذهم مطلوب احتياجات ضخمة جدا من التمويل، وتم في قمة باريس الاتفاق في 2015 على تعهدات وعدد من الإجراءات اللي من شأنها مجتمعنا نتخفض من الانبعاث الحراري. انت عشان تنفذ هذا الكلام، الجزء الأكبر من التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطط بيعتمد بشكل أساسي على التمويل اللي بيجي من الدول. ولكن احنا لازم ننظر للموضوع بشكل عادل. أفريقيا بصفة عامة مساهمتها في الغازات الاحتباس الحراري لا تعدى 3-5%، ولكن الدول المتقدمة في مجملها واللي هي تسببت بشكل أساسي على مدار 40-50 سنة اللي فاتت في من خلال تطوير اقتصاداتها اللي بشكل ما كانش بالضرورة بيتم بشكل التنمية المستدامة، أصبح دلوقتي الكل لازم يتعامل المشكلة لأنها بتضر البشرية جماعة. ولكن هناك مطالبة إن الدول الصناعية الكبرى يعني تتحمل الجزء الأكبر من العبء المالي لمساعدة الدول النامية والدول الأفريقية بالأخص للتعامل مع أزمة المناخ. الاستثمار في البحث العلمي أحد الحاجات الأساسية. أنا شرحت لحضرتك إزاي من خلال البحوث العلمية إحنا نقدر نطور حلول وابتكار بحيث إحنا نساعد الدول الزراعية والمزارع الصغير للتأقلم والتعامل مع أزمة المناخ، اللي هو لو سبته النهاردة في الظروف العادية. إحنا عندنا يعني بشكل مبسط للسادة الشهداء، دايما الكالندر السنوية بيبقى فيها النوات ومواعيد سقوط الأمطار ومواعيد الحر وبداية الصيف والشتاء، دي خلاص دي أمور أصبحت تاريخ. دلوقتي المزارع مش عارف يزرع إمتى، يزرع إيه، يزرع فين، يحط مية قد إيه، ودي كلها قضايا بتتطلب استثمارات كبيرة غير مسبوقة بالأخص في مجال البحث العلمي. طيب هنا فندم لو رحنا للجزئية ثانية قد تكون، لو حك عايز تكمل في الجزئية دي تفضل يا فندم. عندي سؤال تاني مرتبط بالشق الأممي يعني ومساعدة الدول يعني. طيب حاضر. فضل يفهم. حاضر. الشق الأخير اللي كنت حابب أتكلم فيه هو موضوع اللي هو العقب الشح المائي.
احنا المزارع دايما بيروي بناء على كميات من المياه معروفه، وفي بعض الاحيان بيروي من مجرد توفر المياه او بيزرع وقت ما تيجي الامطار. بدانا نركز بشكل اخص على تحديد باستخدام العلم الكميات الفعليه اللي بيحتاجها المحاصيل، بحيث انك تقدر تعيد استخدام المياه في اغراض اخرى او في عمليات التوسع الافقي للزراعه من خلال تجارب علميه محدده واستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد واجهزه القياس الدقيق، ومن خلالها بتقدر ان تتوفر جزء كبير، لان الموارد المائيه محدوده ولكن الزياده السكانيه كبيره وتستمر يعني من هنا لاخر لنهايه القرن باذن الله. طيب لو اتكلمنا على الامم المتحده او المنظمات الامميه المنبثقه عن الامم المتحده، ومنها على سبيل المثال الفاو، ازاي ممكن يكون عندها استراتيجيه لمواجهه هذه الازمات، وازاي ممكن الاستراتيجيات الوطنيه المتعلقه بالدول تتسق فيما بينها او حتى تكون عندها تبعيه للمنظمه الام، عشان يكون عندك فكر متكامل او فكر متسق مع بعض البعض، عشان ما يكونش عندك الازمات اللي بتتفاقم بشكل قد يكون خارج عن سيطره الدول في ظل اقتصاديات ربما منها المتدهور ومنها المتزعزع ومنها اللي هو الغير مستقر. ازاي ممكن المنظومه دي تتم في اطار جمعي على خلفيه هذا المؤتمر على سبيل المثال؟ هو طبعا يعني انا لا اتحدث نيابه عن منظمه الاغذيه والزراعه ولا المؤسسات الامميه الاخرى، ولكن اعدي لحضرتك مثال. هذه المنظمات مجتمعه عندها قدرات عاليه جدا على انها تطور من السياسات، وعندها اتصال مباشر بالبرامج الحكوميه على مستوى العالم. احنا من منطلق البحث العلمي لنا شراكه قويه جدا مع منظمة الأمم المتحدة، وحتى هنا في الكوب 27 احنا عندنا تواجد مشترك مع منظمة الـ FAO من خلال الفود أند أجريكلتشر بافيليون، اللي من خلاله احنا بنجيب الدورين متكاملين، دور المنظمات البحثية اللي بتجيب آخر ما توصل إليه الابتكار على مستوى الدول العالم، يعني إذا كان في تكنولوجيات تم تطويرها في الهند أو في البرازيل زي ما بنعمل حاليا في مصر، بنحاول نجيب تكنولوجيات على سبيل المثال بدائل للـ الأعلاف من خلال تطوير الصبارات الملساء. دي تكنولوجيا بيتم استخدامها في جنوب أوروبا، في الهند، وفي البرازيل، وفي أسبانيا. بنجيب الأصناف دي للدول اللي فيها شح مائي وصحراوي، ويتم إدخال تكنولوجيات استخدامها كبديل للأعلاف المقدار التلت. ده مثلا على سبيل المثال. نشر هذه التكنولوجيات وتأثيرها على مستوى الدول والسياسات يكون لمنظمات الأمم المتحدة دور كبير جدا ومهم في هذا المجال. نفس الشيء تكنولوجيات وتجارب مماثلة في مجال شح المياه أو السياسات الزراعية أو سياسات الإنتاج. فالشراكة ما بين مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات البحثية على مستوى العالم زي مؤسسة CGIAR اللي احنا بنتبعها، واللي مجال عملها ليس فقط شمال أفريقيا على مستوى القارة، هو CGIAR حقيقة يعني إذا سمحت لي هو أكبر منظومة public research institute على مستوى العالم، فيها حوالي 3500 ساينتست في مجال كافة مجالات منظومة الغذاء وإدارة المياه وسلاسل الإمداد. والهدف غير ربحي، وكل ما يتم استنباطه من ابتكار متاح للعالم كله لاستخدامه. وطبعا دي منظمة بقى لها أكثر من 50 سنة بتعمل في هذا المجال، والخمسين سنة القادمة بإذن الله هيكون لها دور كبير في توفير كل التكنولوجيات والحلول سواء للتأقلم المناخي أو لتكنولوجيات تقليل الانبعاثات الحرارية. نعم، أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا المهندس علي أبو سبع المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية بالمناطق الجافة، كنت معنا على الهواء مباشرة، طبعا على وجودك معنا في المقام الأول وعلى هذه المعلومات القيمة والرؤية التحليلية المعتبرة اللي أمدتنا بها من خلال هذه الدقائق.